لم يحصل بعد في التاريخ ما حصل في السعودية. ملك كبير مثل فيصل يقتل داخل ديوانه الخاص وعلى مرأى ومسمع من حراسه ومرافقيه ومعاونيه وزواره وعلى يد ابن أخيه، ثم يقال إن القاتل مجنون. المجنون وحده هو الذي يصدق مثل هذه الرواية. هذا ما كتبته مجلة الدستور اللبنانية بعد أيام من مقتل الملك فيصل في الخامس من نيسان أبريل عام 1975. كما أثيرت جوانب من هذه المسألة في مجلة الصياد اللبنانية، حيث قالت: إزالة الملك فيصل كانت هدفا مطروحا في الدوائر الصهيونية والأمريكية منذ حرب أكتوبر، وقد اكتشفت بالفعل عدة محاولات انتهت كلها إلى خيط أمريكي، حتى أن الملك استدعى السفير الأمريكي مرة وسأله على طريقته: كيف تفسر كون جماعات المؤامرات والفتن والمنحرفين الذين يظهرون في المملكة هم على صلة بالولايات المتحدة؟ ووصل الأمر ببعض الصحف أن أشارت إلى مواضيع محددة اعتبرتها أسبابا دفعت واشنطن للتخلص من الملك فيصل، إذ نشرت صحيفة الجمهورية القاهرية تحليلا مفاده إن الخلافات المريرة التي نشبت بين الملك فيصل والولايات المتحدة جعلت الملك يسد الطريق أمام جميع الاتفاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. وأضافت الصحيفة أن الخلافات نشبت أثناء المباحثات التي جرت في واشنطن بين محمد أبا خليل وويليام سايمون وزير الخزانة الأمريكية. كما تطرقت مجلة المجالس الكويتية إلى الجانب الاقتصادي أيضا كسبب محتمل لتورط واشنطن في اغتيال الملك، حيث قالت: إن العلاقات ساءت كثيرا بين الملك والولايات المتحدة عندما تأكد أن الأمريكيين قد خدعوه، وتجلت العلاقات السيئة في حرب النفط التي أعلنها. أما القضية التي كانت بمثابة القش التي قسمت ظهر البعير فهي إقدام الملك فيصل على تجميد اتفاقية 20 مليار دولار التي كانت السعودية ستوظفها في الولايات المتحدة من خلال اتفاقية اقتصادية. أما عن توقيت ارتكاب الجريمة فقد قالت صحيفة السياسة الكويتية إن أوساطا خليجية عديدة وهي تراجع توقيت وظروف اغتيال الملك فيصل لا تستبعد وجود قوى دولية وراء القتل، خصوصا وأن القاتل وصل إلى المملكة قبل 3 أيام فقط من جريمته، ولذلك فهناك خشية بأن يكون القاتل قد أخضع لعملية غسل دماغ سيكولوجي منظمة. وأوضحت الصحيفة هذا الاحتمال بالقول إنه في علم النفس الجنائي هناك إمكانية لغسل دماغ نوعيات معينة من البشر وإخضاعهم بالتالي لإيحاءات مستمرة تدفعهم دفعا شخصيا للقيام بأعمال غير مألوفة. وتستذكر الأوساط الخليجية أثناء استعراضها لهذا الاحتمال كيف أن بعض الصحف الغربية ومنها مجلة نيوزويك قد سبق وألمحت إلى قضية الاغتيالات في قيادات الدول النفطية. ولم يقتصر توجيه الاتهامات إلى الولايات المتحدة على الصحف العربية، بل انتقل إلى وسائل الإعلام السوفيتية، حيث نقل عن وكالة تاس السوفيتية قولها: لا حاجة إلى الإشارة إلى من فعل ذلك، إن الأحداث في تشيلي وقبرص تعطي فكرة كافية عمن خطط للجريمة. وهي تشير بذلك إلى تورط الاستخبارات الأمريكية في اغتيال الرئيس التشيلي سلفادور أليندي والرئيس القبرصي المطران ماكاريوس. بالمناسبة هناك من يربط بين استخدام الملك فيصل لسلاح النفط وبين مقتله، فالملك السعودي الوحيد الذي قتل هو بالذات الذي استخدم النفط كسلاح في الصراع العربي الإسرائيلي، كما أن الشخص الذي قتله جاء من أمريكا قبل أيام قليلة من ارتكابه الجريمة. يعني هناك من يجد توافقا غريبا في مجرى الأحداث، وثمت الكثير من الجوانب الغامضة في هذا الحادث كما في حادث ربما اغتيال الرئيس كندي. يعني ما هو رأيك في هذا الموضوع؟ ليست لدي معلومات حول مقتل الملك فيصل، لكني على يقين انطلاقا من تجربتي الخاصة أنه كغيره من زعماء الدول الغنية بالنفط كان أمام خيارين: إما اللعب حسب القواعد التي تريدها الولايات المتحدة، هو إما الزوال بطريقة أو بأخرى. أنا لا أظن أنه كان يمكن عزل الملك فيصل عن طريق نشر شائعات حول مغامراته العاطفية، وربما لهذا وقع الاختيار على الاغتيال كوسيلة للتخلص منه.